وإلى التصعيد بين بريطانيا والصين، والسبب هجوم إلكتروني استهدف نظام الرواتب لعناصر القوات المسلحة في وزارة الدفاع. قناة سكاي نيوز البريطانية التي كشفت المعلومات أشارت إلى أن الصين تقف وراء هذا الهجوم. النائب توبياس إلوود الرئيس السابق للجنة الدفاع البرلمانية يرى أن الهجوم يحمل كل خصائص هجوم إلكتروني صيني، لكن ما الذي استهدفه هذا الهجوم بالضبط يا غسان؟ طبعا تفاصيل مصرفية راوية، في حين تقول السلطات البريطانية إنها تعاملت مع الأمر. إذن خرق البيانات يتعلق بالأسماء والتفاصيل المصرفية لعناصر من القوات المسلحة، لا سيما أولئك من هم في الخدمة وبعض قدام المحاربين بحسب تلفزيون سكاي نيوز. شبكة سكاي نيوز نقلت عن وزير العمل البريطاني ميل سترايد قوله إن وزارة الدفاع تصرفت بسرعة كبيرة لإغلاق قاعدة البيانات المستهدفة في الهجوم. الوزير لم يؤكد إن كانت الصين مسؤولة عن ذلك الهجوم، مضيفا أنها فرضية. هذا الاتهام أو التلميح البريطاني ضد الصين ليس الأول، ففي نهاية مارس اتهمت لندن وواشنطن بكين بالوقوف وراء هجمات إلكترونية عدة على مؤسساتها العامة. الصين بدورها سارعت إلى نفي الاتهام البريطاني الأخير ووصفته بالسخيف. تصريحات الساسة البريطانيين سخيفة تماما. لقد عارضت الصين دائما وكافحت بشدة جميع أشكال الهجمات السبرانية. نحن نعارض بشدة استخدام قضايا الأمن السبراني لأغراض سياسية لتشويه سمعة الدول الأخرى عمدا.